النجم النهارده كمان كابتن صلاح محسن كالعاده، تألق في التدريبات، تألق في المباريات، مجهود رائع منك يا صلاح، بتحرز هدف واثنين، عندك اصرار كبير. قول لي النهارده الجيم بتشوفه ازاي بالنسبه للنادي الاهلي؟ الحمد لله النهارده اللعيبه يعني ضغوطات المباراه انت عارف، وقدرنا ان احنا نحقق الفوز برغم الاصرار والعزيمه عند اللعيبه اللي احنا نحقق النتيجه ونتعادل ونكسب. ده في حد ذاته حاجه كبيره جدا. النادي الاهلي معروف بالاصرار والعزيمه، والحمد لله قدرنا ان احنا نحقق الفوز النهارده. كنت متوقع ان الجيم يبقى فيه اهداف يروح ويجي كذا مره، ولا كنت متوقع الجيم يبقى شكله ازاي يا كابتن صلاح؟ لا مش متوقع، لا والله اللي هو يروح ويجي، بس احنا كنا نكسب اكتر من كده، بس الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نحقق الفوز، واللعيبه رجاله طبعا جدا. ان شاء الله يعني نقدر، احنا مركزين في بطوله افريقيا وان شاء الله نقدر نحققها باذن الله. الناس منتظره منك كتير زي منتظره مع كل نجوم فريق النادي الاهلي، شايف الفتره اللي جايه ازاي وبتشتغل على نفسك ازاي الفتره اللي جايه؟ والله انا الحمد لله شغال في التمرينات زي المطوشه، وباذن الله انا مركز، لعبت ما لعبتش انا مركز في الماتش اللي انا بنزله 5 دقائق 10 دقائق. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نقدر ان انا اعمل اي حاجه لجمهور النادي الاهلي، وباذن الله موت نفسي على البطوله باذن الله ان شاء الله. مبارك من جديد يا كابتن سيد للنجوم فريق النادي الاهلي صلاح أزار.